يا صباح الفل، عاملين ايه يا جماعه؟ ناس كتير اجازه النهارده فكويس. انا كنت وعدتكم الاسبوع اللي فات ان انا هشوف لكم بديل للجماعه اللي بتعمل صيانه فتحه السقف ب 6000 جنيه دي، تمام؟ عشان الموضوع ده تعبني نفسيا، فانا عمال اتعبس وقلت ايه اجيب ايه كده كومبو، يعني نعمل فيديو كومبو في كوليكشن حلو وحاجه لطيفه. طيب لا يخفى على احد ان اكتر ناس متضررين وانت داخل كده اعمل شير ودوس على اللايك، وعشان اللي هوريه لك دلوقتي هيعجبك قوي. اكتر ناس متضررين من خدمات ما بعد البيع هم الناس بتوع مجموعه فولكس فاجن. طبعا كله متضرر دلوقتي، الاسعار واللي حصل وارتفاع الصيانات 3 اضعاف والناس اللي بتروح تدفع في الصيانه كام، 60,000 و70,000 و30,000 و40,000 وقصص كبيره. فانا النهارده جايب لك مركز خدمه بديل لكل مجموعه فولكس فاجن من اول سيات حتى اودي، مرورا بقى بفولكس فاجن نفسها وسكودا وسيات واودي، المجموعه كلها، تمام؟ بقطع غيار اصليه فولكس فاجن لو حابب، قطع غيار المجموعه وقطع غيار التانيه البديله من بوش، يعني حاجه محترمه وبتاخد عليها ضمان، جميل؟ وباسعار اقل ما يتجاوز ال 30% و40% على المصنعيات وكل الخدمات. وكمان عندهم خدمات الاصلاح، يعني السمكره والدهانات والحوادث والكلام ده كله، ومتخصصين في ده، تمام؟ فانت هتوفر مبلغ كبير قوي وهتعمل يعني لان الناس بقت بتشتكي من القصه دي. فهو انت داخل كده اعمل شير والموضوع ده هيهمك قوي. وبعدين هقول لك كمان النهارده، معلش انا اسف على المقدمه، القصه اللي بتجيلنا كتير، انا عبيتي مكلحه، انا عبيتي مكشفه ابويا، ايه الحل؟ تمام، عندي هنا حل سحري. وكمان في الاخر هنتكلم عن عربيات كهرباء وعن عروض قسط بدون مصاريف اداريه بالتامين هديه، اول 3 اقساط هم اللي بيدفعهم لك. كويس، يلا، في ناس عايزه تحرك السوق اهي، فتخيل كل ده يعني، تمام؟ فانت خليك معايا كده عشان الفيديو هيبقى مهم ليكوا قوي. تعالى يا سيدي، احنا النهارده اهو في اكستريم اوتو، ده اكستريم اوتو سيرفيس. الناس دي متخصصين صيانات مجموعه فولكس فاجن بس باسعار اقل تقترب من اقل ب 40%. جميل، ادي بساتة اهي، ادي الاوكتافيا الجديده، ادي اودي، جميل. عندهم كل الخدمات، الفاست موفنج والاصلاح والحوادث والرش والدهن، كل حاجه تتخيلها. ادي الاودي اهي، ادي عربيات اودي، وادي اي 4، وادي السكودا، وادي الفولكس فاجن، وباسعار اقل في الصيانات عن الوكيل ب 40%. وعندهم كمان قطع الغيار الاصليه لو عايز، وعندهم قطع الغيار البديله هي بوش. العربيه خلصت صيانه اهي، لا دي عربيه جديده، هنا الـ 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 الغسيل بعد الصيانه، كل خدمات الصيانه، او نشر الرفع اهي، وتغيير الزيوت والترصيص. وتعالوا نشوف قطع الغيار. السلام عليكم باشا، ممكن نشوف قطع الغيار البوش كده؟ دي الاصلي اهو، دي كل الفلاتر الاصلي، وادي زيت الفتيس الاي تي اف بتاع فولكس فاجن، وادي كل قطع الغيار اهي، تمام؟ وادي دي تنابير ولا ايه؟ تنابير اهي، البوش البديل، البدائل اهي، والسيور والفلاتر البوش والحاجات موجود عندك؟ كله موجود لكل المجموعه من اول سيات لحد اودي، كله موجود، تمام؟ زي ما انتم شايفين كده المخزن ده، انا عارف انا دخلته قبل كده كبير بس دخلته من ورا، كل حاجه يا جماعه، جميل. فانت عندك وكمان بتبقى قاعد فوق شايف عربيتك، يعني بتبقى قاعد فوق في الويتنج اريا شايف عربيتك. طيب نروح بقى، لو انت عربيتك مكلحه وانت مش عايز ترش، وانت عارف ان الموضوع ده ملوش حل، جميل، وعايز تغير لون او نفس اللون، عايز تحل المشكله. شايفين العربية اللي قدامنا دي؟ دي الربدان، العربية الإماراتي اللي هي في الأصل صيني يعني. دي الفان بتاعتهم. العربية دي بقى هعمل لك مفاجأة دلوقتي، شايف اللون الأسود ده؟ العربية دي مش سودة. جميل؟ دي نبقى نفرجكم عليها ونعمل لها ريفيو بعدين، العربية الربدان دي.
العربية دي بيضة شايف اللون اتغير بالكامل بديبنج امريكي بضمان 10 سنين جميل وبيتثبت على الرخصة يعني العربية بيضة هي القوائم بيضة من جوه العربية بيضة اللون الاسود ده هما اللي قلبين العربية اسود وبيتثبت على الرخصة ولا يؤثر على الدهان تماما شايفين السيراتو دي شايف اللون ده هو اللي عامله اهو ومظبوط على الرخصة ودلوقتي طب ده احنا معانا عربية بالصدفة اهو الكاشكاي دي بصوا كانت معمولة صفرا بصوا اللون العربية جري اساسا هو مغير اللون ده بقى علاج سحري للتكليح والقصص بتاعه تكشيف البويه والكلام ده عربيتك ترجع جديده زيرو سواء بلونها او بلون تاني وانت في الامان تماما ولا اثرت على البويه ولا اي حاجه طيب احنا بنشيل اهو ده الصاج الاصلي تحت اهو اللون الرمادي على الكشكايه اهو بصوا بيتشال بكل سلاسه وعليه ضمان 10 سنين ده حل ممتاز للتكليح وللقصة بتاعت تكشيف البوية دي اللي هي اساسا مالهاش حل انت عارف طبعا انك بتروح مراكز بقى يقول لك هدي بولش هقشر بتاع وفي الاخر مالهاش حل غير الرش فانت كده الدنيا امان واثبتت الموضوع على الرخصة هنا بيثبتوا اللون الجديد على الرخصة تخيل فخدمة الديبنج والبيننج دي عندهم موجودة وده موضوع رائع يعني كل العربيات المكلحة في مصر انت في امان تمام بدون ما تعمل اي حاجة وعندهم الموضوع اهو تقسيط البنوك وفاليو وست شهور بدون فوائد اللي هو بتاع تغيير اللون او نفس اللون وعلاج الكلح والقصة دي بالديبنج زي ما وريتك اهو فكده يبقى ايه شايف بقى انا وعدتك ان انا اعمل لك حاجة حلوة حاجة تقيلة اعمل شير كده وانت بتتفرج اعمل شير ادي مركز خدمة كامل لأكتر مجموعة الافتر سيل بتاعها غالي في السوق سكودا سيات فولكس فاجن اودي تمام باسعار اقل 40% ادي علاج للتكليح ولو حابب تغير لون عربيتك اضطريت تشتري عربية في الايام الزنقة دي اللون مش عاجبك الكلام ده حابب تغير لون عربيتك بضمان 10 سنين او لو عربيتك مكلحة ومكشفة بويا العربية اللي قدامك دي كانت بيضة وبقت سودا دي كانت رمادي وبقت زيتي ودي كانت صفرة وبقت دي كانت رمادي وبقت صفرة وادي بيتشال بكل سلاسة وادي حالة البوية تحتيه زي ما هي ما فيهاش أي حاجة بضمان 10 سنين فيعني حل رائع غير بقى ألوان عيش وبيثبتوه على الرخصة الخدمة هنا كمان بيثبتهولك على الرخصة فموضوع طيب عندهم بقى مستعمل والمستعمل متاح فيه القسط والكاش عادي ادي دي عربيات مستعملة اهي عندهم مستعمل لانج روفر فيلارا اهي عندهم كمان خدمة المستعمل وادي سي وادي العربيات ادي الكادي برضو مستعمل انا معرفش القشقاي القشقاي كمان مستعمل اهي عندهم خدمة مستعمل وطبعا حالات مكشوف عليها وعندهم كمان في مركز الصيانة خدمة الكشف على العربيات المستعملة يعني بتيجي هنا يكشف ويقول لك الحقيقة لو عنده جهاز كشف الأعطال وكل حاجة بأكد لك تاني إن حالة البوية سليمة تماما هو بيفك راكب بقاله قد إيه ده؟ راكب بقاله سنة ونص سنة ونص تمام وعايز يرجع اللون الأصلي فأنت بتفك له تمام جميل تمام فعندهم مستعمل قسط وكاش طيب نروح بقى للزيرو اللطيف في الزيرو ان هم كمان بيجيبوا العربيات الكهرباء جاهزه يعني ما بياخدش منك فلوس ويقول لك هجيب لك واستناني والكلام ده يعني العربيات دي واقفه على الارض تويوتا بي زد 4 اكس اي دي 4 وهنا سالت عندهم كله البيور بلس والبيور والبرو الاي كيو والاي دي 6 اهي تمام عندهم عربيات كهرباء جاهزه تسليم يعني وعاملين عروض حلوه قوي عاملين عروض الناس القسط بس اوعى توضط نفسك في قسط وانت مش قدي اوعى انا بنصحك نصيحه يعني الناس اللي بتقسط عاملين بدون مصاريف اداريه
تأمين هدية الثلاث شهور الأولانيين هم اللي هيدفعوهم عنك. حاجات كده أنت عارف، عيود الخليج أول ثلاث شهور هو اللي هيدفعهم، تأمين هدية ومصاريف إدارية هدية مجانا. فالموضوع لطيف قوي. عندهم إيه ده؟ الإكس تريل هنا إيه؟ إيه ده حلوة ده؟ أوفر برايس كام دي؟ الله أكبر. اسمع بقى، ملايين في الأوفر برايس، تمام؟ والبي واي دي الشامبيون أهي يا جماعة، السونج بلس برضو، الكهرباء أهي عندهم برضو. دي النسخة العالية كمان، دي 605 كيلو، حتى كاتبين عليها تكلفة الشحن 110 جنيه، يعني عشان تمشي 605 كيلو بتشحن ب 110 جنيه. جميل؟ وادي الجي ال اس، وادي الجي ال اي، وادي الاي الجديدة اللي أنا مش حاببها قوي، ادي الاي الجديدة أهي، السي ال اي، كاشكاي، الجيتور. عندهم كل الزيرو. ايه ده؟ والتوريس هناك اهي مستخبية، التوريس واقفة هناك اهي مستخبية، تمام؟ عندهم كل العربيات، عربيات سوزوكي، سويفت وديزاير وكله، وعاملين عرض لحد العيد، المصاريف الإدارية هدية والتأمين هدية، وأول ثلاث شهور قسط هم اللي بيدفعوه، مش أنت اللي بتدفعه. فيعني أنا أهم حاجة عندي كمان كان إن أنا أوريك الصيانة وموضوع الديبنج ده. موضوع الديبنج ده عبقري عبقري عبقري، إنك تغير لون عربيتك أو تعمل عربيتك بنفس اللون وتحل مشكلة الكلح تماما بضمان 10 سنين، وحتى لو غيرت لون عربيتك بيثبتوه على الرخصة. هعيد تاني عشان الناس اللي لسه داخله، العربيه دي كانت بيضه وبقت سودا، العربيه دي كانت رمادي وبقت خضره، العربيه دي كانت صفرا كانت رمادي وبقت صفرا، ودي دلوقتي جاي بعد سنه ونص عايز يشيل، ودي حاله الدهان تحتيه اهو. فانت عليك تكلح، عليك تكشيف بويه، غيرت لون لو انت لبست في لون انت مش عايزه، لو اضطريت تشتري، يعني حل عبقري. جميل. وادي مجموعة فولكس فاجن كاملة وصيانات أرخص من التوكيل ب 40%. فموضوع عبقري، تبقى قاعد في الويتنج اريا فوق وشايف عربيتك وهي بتتصين وعارف كل حاجة والدنيا تمام. طيب مين بقى دول؟ دول اكستريم اوتو، فرعهم مدينة نصر والمعادي والتجمع الخامس أمام حبايب قلبي تويوتا العباسية. التويوتا العباسية، ايوه التويوتا كايرو فيستيفال. حبايب قلبي هم منورين على الدائري قدام تويوتا الناحية التانية، الفرع اللي انا فيه ده، وعندهم فرع في المعادي وفرع في مدينة نصر. جميل. انا عمال اوريكم تويوتا اهو عشان اعرفك هم فين. دول اكستريم اوتو يا جماعة. هو الشورت نمبر كام او الرقم اللي الناس ممكن تتصل عليه ايه؟ 16212. طيب الرقم 16212 يا جماعه، اللي عايز يحجز الديبنج عربيته مكلحه او مكشفه او الكلام ده، او اللي عايز يحجز صيانات لفولكس فاجن، او اللي عايز يسال على اسعار العربيات عموما وعود القسط والكلام ده، رقمهم 16212 اكستريم اوتو، تمام؟ 16212، ومتاح عندهم تقسيط الديبنج 6 شهور بدون فوائد. غير لونها واحميها وكده كده فابريكا. الموضوع ده عجبني قوي، يعني عبقري عبقري لطيف. يلا السلام عليكم.